مده قريب 25 سنه ما كانش اتفاقيه جامعيه في المؤسسه هذه، والعمال راهم يعيشوا في نوع من التخبط. اليوم في وقفه احتجاجيه نطالبوا بالحقوق تاعنا اللي تتمثل في رفع الاجر، الساعات الاضافيه، معطى المنحه السنويه، محقورين فيها هنا في اللوزين، محقورين بزاف بارابول العمال الاخر. تم اقصاؤنا من جميع حقوقنا المشروعه، والوثائق جميع الوثائق التي تنص على حقوقنا المشروعه توجد لدى النقابه.